كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ترتكز على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين. وأشار مدبولي إلى أن مصر منذ اليوم الأول للمواجهات طرحت ضرورة الانتباه للمسار السياسي نحو حل الدولتين. إن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ترتكز على اعتقاد جازم أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة، ومن ثم لا بديل إلا إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين. ومن منذ اليوم الأول للمواجهات وإحنا مع محاولات وكل محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر إن إحنا لابد من التحول الفوري مرة أخرى لحل المسار السياسي ومناقشة والوصول إلى الحل الدائم لإنشاء دولة فلسطين.